تراث مصر الحضاري والطبيعي يمتد لآلاف السنين، فليس من الغريب أن يشغل هذا التراث المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. كثير من هؤلاء يحاولون تسخير التكنولوجيا من أجل توثيق هذا التراث وحفظه واكتشاف المزيد منه. انا هنا في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وفي داخل المركز يعني اتعرف على مدير المركز والقائم عليه منذ 15 عاما المهندس محمد فاروق، وسيصحبني في جولة داخل المركز. اهلا بك. اهلا بك. يمكن من أهم مميزات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو المزج الجميل ما بين القديم والحديث. تراثنا الجميل وتاريخنا الجميل إزاي بنعرضه وبنوثقه بأساليب التقنيات الحديثة. إحنا عندنا نوعين من أنواع التقنيات بتستخدم في المركز، تقنيات للتوثيق وتقنيات للعرض والنشر. تقنيات التوثيق يمكن من أهمها طبعا قواعد البيانات، منها قواعد البيانات الجغرافية، ومنها قواعد البيانات الوسائط المتعددة، وأنواع كتيرة جدا من قواعد البيانات اللي بيبقى فيها متخزن المعلومات عن التراث بالتفصيل. أحد التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها عندنا في المركز، ويمكن المركز كان من أول الجهات في مصر اللي تستخدم التقنية دي في التوثيق، هو التوثيق ثلاثي الأبعاد أو التصوير ثلاثي الأبعاد. كمثال منها مثلا ان انا في هولوجرام بقدر اشوف في بعض القطع الاثريه في الفراغ، وبقدر مجرد بايدي وبحرك ايدي شمال ويمين واقدر الف القطع الاثريه، اقدر اقربها عشان اشوفها واقدر ابعدها وهكذا. مهندس محمد، ما تقول عنه هذا يمثل امساك افتراضي بالقطعه، يعني ما لا يمكن القيام به من امساك بالاثر في الواقع يمكن القيام به افتراضيا. طبعا بالضبط. فدي يعني يمكن أشهر التقنيات إلى جانب تقنيات التطبيقات المحمول. هل كل هذه التقنيات متاحة على موقع إترنال إيجيبت؟ إلى حد ما. الإمساك الافتراضي وكده لأنه بيحتاج أجهزة مخصوص، فمش هيبقى متاح قوي على الإنترنت، لكن بعض الجولات التخيلية موجودة على إترنال إيجيبت، يمكن بتقنية قديمة شوية لأن إترنال إيجيبت موقع بقاله دلوقتي تقريبا 10 سنين. وبعد استكمال مراحل توثيق التراث تأتي مسألة العرض، فبدون العرض لن يظهر هذا التراث بصورة جيدة. محمد إسماعيل رئيس قسم التطوير في المركز سيعرض لنا أحدث وسائل العرض في هذا المكان. محمد، قلت لي أنك ستبهرني بشيء في هذا المكان. إحنا في مركز توثيق التراث في قسم التطوير بنشتغل على تطوير مجموعة من التطبيقات والأنظمة والمواقع الإلكترونية لعرض التراث المصري بشكل ممتع وفي نفس الوقت شكل مفيد، يعني أو بطريقة مفيدة. الشاشة الكبيرة دي عبارة عن بانوراما، هي عبارة عن واحدة من الأنظمة اللي احنا بنشغل عليها، وبالنسبة لنا سيستم مهم جدا لأن احنا واخدين براءة اختراع عن السيستم دوت. هي بانوراما تفاعلية مكونة من 9 شاشات بنستعرض عليها التراث المصري بجوانبه المختلفة. يعني هناك 9 أجهزة بروجيكتور. بالظبط. التسع أجهزة بروجيكتور دول بيعرضوا على 9 شاشات زي ما احنا شايفين. بيقدر الزائر يبقى موجود في المكان هنا بيتفرج على مجموعة التطبيقات اللي موجودة. من ضمن الحاجات ديت ان هو يقدر يشوف مثلا مجموعة من خطوط الزمن. يعني هذه الشاشة تمتد، هذا هو خط الزمن الزمني للحضارة الفرعونية، بداية من 3000 قبل الميلاد إلى سنة الميلاد. في مجموعة من الأحداث ودي ممثلة في شكل مجموعة من الملوك. دي المعلومات المبسطة عن الملك دوت. بقدر أدخل في مستوى تاني من المعلومات إن أنا أقدر أشوف مثلا بانوراما أو عمل من أعمال الملك دوت زي مثلا هرم خوفو، ونقدر ندخل في تفاصيل أكتر ان احنا نشوف معلومات مفصلة اكتر عن الملك وعن الهرم نفسه. هذا عن الجانب الفرعوني، هل هناك جوانب اخرى في هذه البانوراما؟ من ضمن الجوانب الاخرى اللي بنتكلم عن الحضارة الاسلامية والحضارة القبطية والعصر الحديث. من ضمن الاثار ديت مسجد ابن طولون
وطبعا ده اللي مسجد فريد من نوعه ويمكن مميز جدا من ناحية المعمارية، في قيم جمالية كتيرة جدا. ده شكل الجامع، ودي طبعا بانوراما الزائر لما بيبقى موجود عندنا في الزيارة وكأنه موجود فعلا في الجامع. نحن الآن وكأننا في وسط المسجد. مش بالظبط، هو جزء من المسجد وكأني قاعد داخل المسجد وشايفه بشكل دائري أو 360 درجة وشايف كل جوانب المسجد. شكرا محمد على هذه المعلومات. وفي هذه الكالتشراما أو بانوراما التراث يمكن استعراض الكثير من الأمور الأخرى، فيمكن مثلا استعراض القاهرة الحديثة بما فيها من مباني وتراث. هذا منظر للقاهرة الحديثة، هذا هو نهر النيل، هذه هي الجسور، هذه هي منطقة المنيل، ومن بعيد يظهر كوبري قصر النيل، هذا هو الكوبري التاريخي الشهير. وهذه الصورة التفاعلية يمكن أن تخرج لنا معلومات عن جسر قصر النيل، وهذه الصور الفريدة تعرض جزء من أفلام الأخوين لومير، حيث قام بتصوير هذا الجزء كجزء من فيلم قام بتصويره في مصر في هذا الوقت، يظهر فيه كوبري قصر النيل بهيئته القديمة.